اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله صحفيه جديده مع ابرز مطالعاتنا بالصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. اهلا بكم ونستهلها مع تفاصيل من الاهرام. السيسي يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرؤساء والملوك. من الخليج الاماراتي الكاظمي يدير بوصله العراق نحو العرب. ونيويورك تايمز الأمريكية الصين تعلن انتصار على كوفيد-19. أهلا بكم من جديد، والبداية مع عناوين الصحف المحلية ونقرأ من الأهرام. السيسي يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرؤساء والملوك. وسندات مصر دولية تجذب نحو 22 مليار دولار في السوق العالمية. توفير السيولة لموازنة العام المقبل والتعامل مع تداعيات كورونا. انتشار نانين مكثف في العيد بجميع المحاور الرئيسية. من الجمهورية الخارجية، مصر تنضم لنداء عمل دولي لتخفيف من آثار كورونا على مساعدة المهاجرين. وزارة الصحة الفلسطينية برام الله تستلم شحنة مستلزمات مصرية. وصول طائرة المساعدات المصرية الثانية إلى جنوب السودان. وطوارئ بأسواق القاهرة استعدادا لعيد الفطر المبارك. من أخبار اليوم، نطالع وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون والقضايا المشتركة مع الممثل للشؤون الخارجية الأوروبية. القوات المسلحة تهني رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. والداخلية رفع السيارات من طرق الكورنيش بجميع المحافظات بدءا من اليوم. من الشروق، تضامن تقديم مساعدات نقدية لعشرة آلاف أسرة بالتعاون مع بيت الخبرة. الحكومة تنفي الشائعات لصحة للتراخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في صيدليات إلكترونية. الحكومة تنفي إطلاق رابط إلكتروني للتقدم على معاش تكافل وكرامة. وقفتنا مع أبرز ما جاءت به الصحف العربية، والبداية من الخليج الإماراتية. كوفيد-19 فرحة في الصين وحداد في الولايات المتحدة. البرازيل تغرق في الأزمة، والحياة في أوروبا تعود ببطء. الكاظمي يدير بوصلة العراق نحو العرب. الأمم المتحدة تعلن انهيار النظام الصحي في اليمن مع تفشي كورونا. من صحيفة الشرق الأوسط، لقاح إكسفورد نتائج واعدة وتوسيع التجارب. 43 هجوما داعشيا في سوريا خلال شهر. الوطني الليبي يستعد لحرب جوية بإسقاط 7 مسيرات تركية. لبنان يستقبل العيد باقتصاد منهار. إلى جريدة الرياضة السعودية، الصين تعلن هزيمة كورونا وسباق مع الموت في البرازيل. الطقس الجميل يهدد فرنسا، وفيات قياسية في روسيا. مخاوف ما بعد كورونا عالمية، وركود اقتصادي وخسارة وظائف. ومخاوف من تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ومن صحيفة عمان نقرأ: النازحون يواجهون خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن، وهذه يدعو للتراجع عن إطلاق الإدارة الذاتية. قلق أممي من التطورات في ليبيا. الأمن الفلسطيني ينسحب من مناطق بضواحي القدس. نتحول للصحف العالمية ونقرأ من نيويورك تايمز الأمريكية: الصين تعلن عدم تسجيل حالات إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة والانتصار على كوفيد-19. ترامب يريد إعادة فتح أماكن العبادة، وأمريكا الجنوبية تتحول بؤرة جديدة للوباء. من الجارديان البريطانية، أكثر من 335 ألف وفاة في العالم حصيلة كورونا المستجد. وبريطانيا وكندا وأستراليا تعبر عن القلق لسعي الصين لفرض قانون أمني في هونغ كونغ. عقوبات أمريكية على 9 كيانات صينية لانتهاكها الحقوق الإنسانية. من البايس الإسبانية، البيت الأبيض يؤكد أن تحرك بكين نحو فرض قانون أممي على هونغ كونغ يلحق الضرر بالاقتصاد الصيني. واشنطن قد تتخذ موقفا للرد على مثل هذه الخطوة. 97 قتيلا جراء تحطم الطائرة إيرباص فوق حي سكني بباكستان.
من صحيفة ليموند الفرنسية، ترامب يعلن رغبته في الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة مع روسيا متهما انتهاكها، والدول الغربية تحاول إنقاذ المعاهدة. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 2 من كبار القادة في داعش في سوريا. توقعات بموسم عصير يتجاوز المستوى الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم جديد، ومع أبرز تصريحات في صحف اليوم ونقرأ من أخبار اليوم. وزير التعليم طارق شوقي: نتائج الامتحانات إلكترونيا بعد عيد الفطر المبارك. وزير التموين علي المصلحي: إضافة 50,000 أسرة من تكافل وكرامة لبطاقات التموين و20,000 بطاقة تموينية للعمالة الغير منتظمة. في الجارديان البريطانية، رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ: حققنا نجاحا استراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كوفيد-19. أهلا بكم جديد، ربما تكون دائما الصورة أبلغ من الكلمات، وفاصل مع أهم الصور في صحافة اليوم. أهلا بكم جديد، وبعيدا عن السياسة، العزلة الاجتماعية تزيد من مخاطر النوبات القلبية. هذا ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية. كشفت الدراسة الألمانية أن الأشخاص المعزولين اجتماعيا هم أكثر عرضة بنسبة 40% لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين تم دمجهم اجتماعيا. وتؤكد الدراسة أن وجود علاقات اجتماعية قوية له أهمية كبيرة لصحة قلبك والحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وكذلك الوزن الطبيعي. تشهد سماء مكة المكرمة يوم الأربعاء رابع أيام عيد الفطر المبارك تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهيرة بالمسجد الحرام، حيث تكون الشمس على ارتفاع 90 درجة مئوية وفقا لما نشرته صحيفة أخبار اليوم. سيختفي ظل الكعبة تماما ويصبح ظل الزوال صفرا، حيث تحدث ظاهرة تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، هو التعامد الأول في هذه السنة. ومن صحيفة البيان نطالع: تستعد وكالة ناسا لتوجيه البشر نحو المريخ ولتحقيق هذه الغاية. ترغب في توظيف مجموعة من البشر المناسبين لقضاء 8 أشهر محتجزين في مركبة فضائية وهمية صغيرة حتى يتمكن العلماء من أثار هذا الحبس الطويل على جسم الإنسان. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.